كنافة هيثم اللي هي معروفة بكنافة الكينج الكنافة، هي إن إحنا بلشنا ب 98، بلشنا بمحل كتير صغير وقدرات كتير صغيرة، بلشنا نزدهر بسنة 2001 2002. منطقة طريق جديدة هي منطقة حيوية ومنطقة شعبية بالياس، والعالم اللي فيها هن لا شك انه كتير محبين هن لبعض. طريق جديد هي محبة لكل العالم، واللي بيفوت على دارها بيكون محفوظ. حاربنا كتير وواجهتنا صعوبات ان بحرب البقاء انك تقدري ماشي بهذا البلد، وتقدري ماشي بانك تقدري تعطي وتضلك بنوعيتك الجيدة. كشخص هيثم اليوم انا بعتز بنفسي وبشكر رب العالمين، لأنه هذا كله فضل رب العالمين.